النداهة الجزء الثاني. خليني أبدأ معاكم عن أسطورة النداهة في أسبانيا لا لورونا، المرأة الباكية المعروفة بالأسطورة الأسبانية المرعبة. باختلاف بسيط في الأحداث، لا لورونا بتستهدف تخويف الأطفال وإرعابهم، وبتخرج في صورة امرأة حزينة ليلا بجانب النهر تبكي، ولما يقترب منها شخص بتخليه يرمي نفسه في النهر. يقال ان قصة المرأة الباكية الحزينة انها امرأة جميلة دفعتها الغيرة على زوجها، فقامت بقتل اولادها وحطفهم في النهر، واصابها الندم بعد كده فألقت بنفسها وراءهم، ومن يومها وشبحها بيطوف عند النهر ويخطف الاطفال، وبتصيب النساء باللعنة نفسها وتخليهم يقتلوا اطفالهم وازواجهم. طيب نروح الى اليابان. المرأة مشكوكة الفم والتي يقال انها امرأة جميلة سبحها زوجها الغيور، فعادت لتنتقم منه في كل الرجال، واصبح شبحها يظهر للرجال في الشوارع ليلا مرتدية قناع يخفي وجهها المشوه. طيب يقال بانها اول ما بتظهر الى رجل او طفل بتقترب منه وبتسأله بنعومة، هل انا جميلة؟ اذا اجابها بلا لا تقتله فورا، اما اذا اجابها بنعم فتخلع امام القناع ليظهر وجهها المشكوك المرعب من الاذن الى الاذن، وتسأله ماذا عن الان؟ اذا اجابها بلا تقتله فورا، اما اذا اجابها بنعم فبتشق له وجهه تماما زي وجهها وتتركه مشوه. خلصت حكاية النداهة، يا رب تكون عجبتكم.